أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً حول أبرز التوقعات الدولية لمؤشرات وملامح التجارة العالمية خلال العام الجاري. وأشار المركز إلى أن الاقتصاد العالمي شهد عدة صدمات في السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم تجارة السلع العالمية نمواً بنسبة 2.6% عام 2024 ونمواً بنسبة 3.3% عام 2025. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى دبل بي نيجاتيف مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت فيتش إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي على الرغم من الصدمات الخارجية الكبيرة، بما في ذلك عدم الاستقرار في المنطقة والحروب في الدول المجاورة. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن شركات صينية فازت بأربع استثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز في العراق. من ناحية أخرى، أكد الوزير أن الخفض الطوعي لإنتاج النفط يخضع للاتفاق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، مشيرا إلى أن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية ولن يوافق على أي تخفيضات إضافية تقترحها المجموعة الأوسع أوبك بلس في اجتماعها المزمع في أوائل يونيو. قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك إن كوريا الجنوبية تجهز خططا لحزمة دعم لصالح الاستثمارات في مجال الرقائق والأبحاث بقيمة تتجاوز 10 تريليونات وون، أي ما يوازي 7.3 مليار دولار. وتعمل كوريا الجنوبية على بناء مجمع ضخم للرقائق في يونغ، والتي تصفه بأنه أكبر مجمع للتكنولوجيا الفائقة في العالم.